عندنا يعني ده يعتبر عنصر من عناصر الأساسية بتاعت ال من برضو الجروب بتاعنا من المملكة المغربية. محمد عمري فنان تشكيلي رائع. ليه بيعمل حاجة هنا حلوة؟ هنا العمل الفني ده أنا شايف بالمرماح، يعني خلالي الحرس أو الحصان أو الجوان بيتحرك وخارج بره اللوحة، حسسني بالحركة، حسسني بالتشريح. التشريح عنده الفني رائع جدا وأكثر من رائع. في نفس الوقت اللون اللي دهوني والخضرة اداني الحرية للحصان. أحسنت يا محمد، وأتمنى تكون معنا في القاهرة إن شاء الله. شغل المغرب حلو قوي قوي.